السلام عليكم اخواتي، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله غادي نشارك معكم العديد من الجوالات في عده محلات. نبدا لكم اولا البنات بايرستينغز فاميلي، داير 30% على جميع داكشي اللي عنده اصلا مخفض. العرض صالح الى غايه 24/12/2022 في المحل فقط، يعني ماشي اونلاين البنات، غير في المحل فقط. فقلت هذا اول بارطاج نبارطاجي معكم، اي حاجه ناقصه في الثمن نقصوا منها البنات 30%. دابا البنات في محل روسمان، شوفوا البنات شنو لقيت. لقيت عود الند ديال الخزامه وديال الحامض. والله ما عرفت البنات واش زوينين ولا ما زوينينش، كيديروا 2.49 €. شنو بان لكم نجرب ناخذ لافندل؟ كاين عاوتاني شميعه ديال الحامض، كاين عاوتاني ريحه الحامض، كاين هاد لي طاس، هادو كادو زوين 6.99 €. كاين هاد الترموسه هادي كدير 18. هادي ديال الشوكولاط. المهم انتم تتشوفوا معايا، والله ما عرفت شنو اللي يعجبكم البنات. شنو انا المهم اللي بالي انتريسون هو عود الند صافي. وكاينين بيجامات سريولات وغير جاوني غاليين شي شويه. يلا نمشيو نشوفوا شنو كاين. كاين واحد الجديد البنات، هو هذا جيل دوش ديال ايزانا. شميتو ديال الحامض ما ريحته ما زوينهش البنات، ما عجبتنيش. كاينه 25% على لي ماسكارا، على داكشي الحواجب، على الاقلام، على الايلاينر، على لي باليت والاقلام ديال الفم والليب جلوس. قالك باستثناء ريفال لوفز مي والتيرا اوند كيس، يعني خمسة والله الا 25% مزيانه، وعاد 10% هي راه هي الا جيتو تشوفوا البنات راه هي 35%. يعني مثلا بغيتو تشرشوا قلم ولا شي ليب كلوس ليب لاينا ولا ماسكارا، صراحه مزيان مزيان. كاين 20% البنات على بغونو باناني ولا غيف، هانتوما. وعندكم ماركه ديال اس سبيريت دايرين دابا حاليا، بدات نقرب لكم 3 € تقريبا. واصلا كاينه البنات دايرينها في البروموسيون، يعني 5 € وعاد هذيك 20% في الكاسي. قالك غادا تسافر. لا كالين ماشي هي لاغيف، باردون خوتكم ضاحت. والله الا خلطت لكم ما بين لاغيف وكالين. لا على كل وحده وبوحديتها البنات، كل وحده وبوحديتها. هاد الماركه هادي البنات دايره 2 والثالثه فابور، يعني الا خديتو 2 الثالثه غادا تحيد، يعني غادي نقصوها في الكاسي، يعني 3 € معايا 3.49 € غادا تقتصدوا. هادي ديك 10%، هادي وحده. بالنسبه عاوتاني هنايا اخواتي دايرين هادو 2 والثالثه فابور، يعني الا خديتو 2 الثالثه بالمجان 2 € غراتيس. وحتى هنا اخواتي دايرين لكم 2 والثالثه بالمجان بالمجان، وكاتبين 2 مثلا فريش كرافت، والثالثه مثلا حتى هي فريش كرافت اكتيف غراتيس. والله الا مزيانه، والله الا حتى زوينه. 2 والثالثه فابور البنات، سوا خديتو ديال 3.69 ولا خديتو هادو ديال 1.95 €، لكم الاختيار. 20% البنات على منتوجات ديال سيباميد، هاد الماركه هادي بصفه عامه، يعني على جميع كاتبين الي برودوكتي ديال سيباميد، يعني كلشي فيما يا سوا هنا يا سوا اللي كاينين ليه ديال مثلا غسل الوجه والغسول وديك الروينه. المهم البنات اللي كتعجبكم الشوكولاته ديال ميلكا دايرين لها 59 سنت. اليوم في الدي سود، خاصكم دابا حاليا في الدي سود، وعندكم هادي كدير 79 سنت. متسولوني شنو الفرق، شي حاجه بحال ليميتد اديشن هادوك، ولا مصاوبين بشوكولا نوغ اكثر. مي هنايا واخا هكا كاينين اللوينات وشكيلات داكشي ديال المغرب مابقاش. وجايبين البينوارات البنات كيديروا 15 بيجامه كاتبين هنايا، البيجامات الطارق. ايوا وي والله الا جايه على وديك البيجامات البنات، لا حول. المهم 18 € والبيجامات ها اللي بقات البنات، بقات وحيده. نمشي نشوف الهيه على وعسى. راهو عاوتاني كاين بيجامات الهيه. كي جاكم الثمن ديال لينور كيدير 3 € تقريبا فيها، غادي تكون شي 2 يطرو، لا يطرو 700، يطرو 400. ها هما البيجامات اخواتي، كاين هاد اللون
وكاين هذا كيدير 22.99. المهم البيجامات اللي جيت انا من اجلهم ما بقاوش، ما كاينش البنات، ما لقيتش، مش طاروا ما نزلوا، تعطلت. هذه فايته شاريه مرجعه اليوم، كبيره معيقه تجي في البانواخ، واخا تبان لكم زوينه هكا مي معيقه، والثمن ديالها صراحه مناسب مناسب. شنو جايبين لينا ب 8 اورو البنات هذا؟ او شحال ثقيل، عرفتوا هما دو ديال اللي كيديروا فيهم تقديم داكشي ديال الكازي والجبن وهاد الروينه. 8 اورو ولات فيا عاوتاني قاعده ديال الروينه. عاوتاني البنات شوفوا شنو جايبين هادو. شاف شفتهم عند واحد الاخت دايرين عندها غير 2 اورو، حنايا مازال البنات عندنا 4 اورو كيديروا، مازال ينقصوا، نخليهم نخليهم ليهم انايا حتى ينقصوا. وطيفال بلاتي نشوفوا اش ثقال. ثقيله كدير 20 اورو، وهادو كيديروا 20 اورو. المهم شوفوا البنات انا هادي عندي واعره، طيبوا فيها الدجاج زوينه بزاف. غير هادي جاتني صغير، انا عندي كبر من هادي، عندي كبر من هادي، قال كاع تنظن شريتها انا بشي 20 اورو ولكن كانت في البروموسيون. صافي هادشي اللي بان ليا مهم. لا بلاتي الديفيزور البنات اللي كيشبه ديال الذهبي حيد ما كاينش، 15 اورو كان هذا، وكاين ديال الخشب وقال حتى الذهبي ولا كنظن ما كاينش اصلا. المهم البنات هادو كيشريوهم بزاف، كيصدقوا ليهم بزاف ديال الدي سود، كيديروا قلنا 15 اورو. مرة البنات 200 غرام 79 سنت، كي جاكم الثمن صراحة مزيان، تتعجبني حكا عندهم حتى الشريحة. باك فايق 3 اورو 29، وهنايا دارت الميكس، فين هو دارت المخلط؟ وحكا الافوكادو كدير بلاتي نشوف 180 سنت، الافوكادو خديت ليا جوج. هادي دايرين لها 8 اورو 88، هاد القهوة هادي الا كانت تعجبكم، وحتى هادي هما جوج الالوان كاينين. شنو اخر كاين؟ كاين هاد ماركة باغيلا، سباكيتي وشحال من حاجه، اورو 69 البنات. هانتوما شنو كاين نقول لكم شحال فيها من كيلو، فيها كيلو كي جاكم الثمن. اخواتي العزيزات خدكم دابا في محل ليدل كيري جولد البنات، دايرين لها حاليا اورو 99، هادي اكيد كتعرفوها، زبده التوريقه البنات وسويسرام، لا ماشي سويسرام، هادي ديال ميلبون مازال كدير 2 اورو 9. المهم ارلا، فين هي ارلا؟ ما شفتهاش، ما كايناش البنات، سالات ولا ما نعرف شنو. مي هادي كدير اورو 99. جايبين اخواتي حتى هادشي ديال الوليدات الصغار، داكشي ديال الشني انتوك والروينه، ولكن ما بان ليا تمام، انتما الثمن ما كاينش، الثمن ما كاينش. جايبين اليوم البنات هاد الكيسان هادو بلاتي نوريهم ليكم، ديال القهوة اللي تيكونو مضوبلين، 3 في الباكية كيديرو 10 اورو، صراحة الثمن كيجاكم قولو ليا غالي. المهم هانتوما البنات، ولكن حيت ماركة حكا سانسيبار داكشي زوين صراحة، كون ينقص في الثمن اوكي. مثلا هادي ديال الشاي اخواتي بلاتي نحطها ليكم هنايا، كيبان لك شي انيق انيق وجميل، ولكن كاينين هنايا عاوتاني هادو، شنو هو هادو 15 اورو كيديروا، شوفوا حتى هما جايبينهم. انتم قبل لقيتهم في محل الدي سيد، وحتى هنايا جايبينهم صراحه ما كرهتهمش في اللون الذهبي، يكون كانوا الذهبي واه. المهم هنايا كاينين تيش داك كيديروا 10 اورو ديال الغطاوات ديال الطبله، كما وريتكم اخواتي في محل الدي سود، هذوك اللي دايرين بحال القوامل بحال هكا كنديروا فيهم الدجاج البنات، هذه هي الكبيره اللي قلت لكم انا شخصيا شاريها. دابا عاد تفكرت راه خديتها من ليدل وماشي من الدي سود، واعره بزاف البنات ديال الدجاج، كتجي فيها الدجاجه اش نقول لكم مجبده. والخضره كتبقى خاطره وزوينه. المهم انا شخصيا عندي بالنسبه لهادو صراحه ما عرفتش كاين اللي تيعجبوه اختكم، ما عنديش مع هادشي اللي الا بغيت نشوي اللحم يا اما الفاخر يا اما الفران، هادو كيديروا 10 اورو البنات غاليين جاوني. بالنسبه لهادو ديال الطيفاره كيديروا كدا 30 اورو تقريبا، جميله
واعرين صراحه زويونين، ولكن تنخليهم حتى يرخصوا. الى رخصوا ديك الساعه ناخذ لي شي وحيده صغيره. بالنسبه لهاد الاله هادي بانت لي بقى صغيره وحيده، هذوك اللي كيديروا فيهم الشفنج الصراحه كيعجبوا الوليدات البنات هادو. انا ما عنديش، انا هادو تيجيوني تيعمروا البلا، خاصه اللي عندكم الكوزينه صغيره البنات. انا شخصيا ما كنفضلش عندكم هاد الاله هادي، ما عنديش، ولكن عندي غدا نوريكم هادو البنات شي يقولوا ليهم هاد البلاستيكات. انا شاريهم من الدي سود، عندهم واحد اللعيبه يا البنات، كاينه واحد الاله كتبقاو تخرجوا هذاك الهواء اللي لداخل. شخصيا تيعجبوني وكنديرهم في الفريغو، كنظن حتى تنظن ديال الفريغو، وي كنظن ديال الفريغو البنات. المهم انا شخصيا عندي هذوك ديال الدي سود واعرين، كيجيبوهم كيطيروا دغيا. الا جابوهم مره اخرى اكيد نوريهم لكم. كانوا جابوهم واحد الاسبوع، للاسف ما كنتش هكا اكتيف في اليوتيوب ولا في الانستغرام باش بارطاجيهم معاكم. زوينين بزاف، خاصه اللي عندكم جريدات ديروا فيهم المطيشات، ديروا فيهم لي صوص، ديروا فيهم الفواكه وشحال من حاجه. وهذيك الاله كتمتص، الاله كتشروها البنات ب 5 اورو كانت، كتبقى تمتص الهواء وكتبقى الخضره وكل شيء، كلشي كيبقى مزيان. اخواتي العزيزات، خاصكم رجعت للدار وشريت هذا ديال لافندل، هذا العود الندى البنات ما فيه حتى ريحه الخزامه، يعني راني طلقت جوج كاع في الدار الصراحه. واخا هكا البنات نعطيه 6 على 10، الثمن 2 اورو فاصل. الا شميتوه بحال هكا غادي تقولوا واو واعر، ولكن ملي طلقتو واخا هكاك 6 على 10 ماشي ريحه الخزامه، يعني اللي كنتو تقلبوا على الخزامه ما كايناش البنات. بالنسبه لي 6 على 10 صافي. وصلت نهايه الفيديو ديالي البنات، نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. تنشكركم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.